456 لو سمحت. اتفضل يا نجيب باشا. هو سعادتك ناوي تعمل تشيك اوت امتى؟ بعد بكره الصبح بدري ان شاء الله. قمه سعيده يا نجيب باشا، ما تخليك قاعد معانا شويه. ايه اللبش اللي في الاوتيل ده؟ انا شايف امن في كل حته. اصل في مؤتمر اقتصادي الثلاث ايام اللي جايين دول، وفود جايه من كل حته، والاوتيل كومبليت يا نجي باشا. بس المنظر بره يخض، انا قلت في حد جه احتل الاوتيل. ما هو تقريبا ده اللي حصل، اصل الوفد الاسرائيلي نازل في الاوتيل. اسرائيلي؟ ربنا يعادي الايام دي على خير. معقول؟ مستر ناجي عطالله؟ شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ مستر ناجي انت ناسيني؟ أنا إسحاق خليفي. ازيك يا إسحاق؟ بتعمل هنا إيه يا أستاذ ناجي؟ ده سؤال غريب أوي، دي بلدي، أنت اللي بتعمل إيه هنا؟ أنا جاي أحضر مؤتمر اقتصادي. مستر ناجي أنت ابن حلال، أنا أحتاجك. خير. مستر ناجي أنا ساكن بذات الطابق اللي أنت ساكن به، ومحتاج أبدل غرفتي. قالوا لي إنك ساكن فيها وهي غرفتي المفضلة، وما عارفين إمتى بدك تعمل تشيك أوت، فلو تترك لي الغرفة في الكاميوم اللي أنا قاعد بيهم أكون كلش مبسوط. أنا ماشي بكرة، سيب لك الأوتيل كله. تحب أسيب لك البلد كمان؟ مستر ناجي أنت شايل مني؟ معقولة تكون زعلان من شان موضوع البنك؟ هذه شغلة خارج إرادتي مستر ناجي. اسمع يا عم سيد، انا مش هستلم الوظيفه اللي انت جايبها لي دي، وهطلع المشوار اللي انا طالعه، بس انا عاوزك تبقى عارف حاجه مهمه قوي. انا عارف كويس قوي ان انت اللي كبرتني وربيتني وصرفت عليا دم قلبك، بس اوعدك ان انا اول ما ارجع هرد لك كل مليم انت صرفته عليا. هب كده يا ابراهيم، ما حدش يقول كده العم. سيبيه سيبيه يا ام ابراهيم. ابراهيم كبر خلاص، ما بقاش يقبل ان حد زيي يصرف عليه. لكن قبل ما ترجع لي بقى كل اللي صرفته عليك يا ابراهيم، يا ترى انت حاسب كويس؟ يعني هترجع لي مصاريف الاكل والشرب والمدارس، وما تنساش اول عجله جبتها لك لما نجحت في الابتدائي، اوعى كمان تنسى اللابتوب يا ابراهيم. انا تحت امرك في كل طلباتك. طيب هتحاسبني ازاي بقى على خضيتي عليك يوم ما سخنت وجريت بيك على المستشفى؟ انا كنت هتجنن يوم ما ظهرت نتيجه الثانويه العامه ورحت انا وانت عشان نشوف النتيجه، وانت كنت خايف لحسن تسقط او تجيب مجموع قليل يا ابراهيم، وانا خدتك في حضني وطبطبت عليك وقلت لك ما تخافش هدخلك الجامعه اللي انت عايزها. يوم ما مسكوك تحري وجريت على الاسم زي المجنون، وقعدت اتحايل على الضابط عشان ما يبيتكش ليله واحده في الاسم، حاجات كتير زي كده يا ابراهيم. يا ريت بقى وانت بتديني حسابي يبقى احط دول في الفاتوره وشوف يساووا كام يا ابني. متزعلش مني يا عم سيد، أنا آسف والله. أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه، بس وغلاوتي عندك وأنا عارف إن أنا غالي عندك. خليني أروح المشوار ده بس، وبعد كده هرجع أعمل اللي أنت عاوزه عشان خاطر يا عم سيد. أنا حاسس إن في خير كبير قوي ليا. روح يا إبراهيم أعمل اللي أنت عاوزه. ياما ياما قلت لك 100 مره ياما اسمعي كلامي بقى. ازيك يا بنتي بسنت يا اموره؟ ياما قلت لك ياما اسمعيني، ابوس رجلك سيبك من بسنت ونيله ديت. اسمعيني بس كده، انا قلت لك هاخد لك شقه مفروشه عشان خاطر الشهر اللي هقضيه في السبوبه دي ابقى مطمن عليكي. ورسول الله ما هرد عليك طول ما انت بتعلي صوتك عليا يا نتن. ياما انا ما اقصدش، انا نفسي بس اكون مطمن عليكي، ما سبتيش في الكشك ده كده لوحدك في الشارع. شقه مفروشه ايه يا نتن؟ انا اروح شقه مفروشه؟
عشان نطالع واللي نازل ويقولوا انت اللي بتقبض يا حبيبي. ياما يا بنت صلي تسوي كده ما تخليش امسك فيكي. انا اللي همسك فيك ورسول الله. ماشي. اوه ياما. بس ما تقولش ياما. جرينهم. ما احنا طول عمرنا عايشين في البيت ده. هو احنا كنا عايشين في قصر يا ضمايا؟ ورحمة أمي ما أنا ماشية من البيت ده إلا على تربتي. وبعدين لما يجوا بتوع الحي يا ضمايا يقولوا لهم إيه؟ راح تسكن في شقة مفروشة؟ ياما ياما ده أنت ليكي حسبة بصراحة تخلي الواحد يتجنن وبرجه يطير من نافوخه. طب 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 يعني لما تعوزي تروحي تعملي بيه هتعمليها فين؟ لما عوز اعمل بيه ايه؟ الحته كلها كابينات. اروح اخبط على اي كابينات واقول لهم عند زوجكم عايز اعمل بيه اخلص البيه واخرج حبكت قهوه وهعملها على روحي اخش القهوه. قهوه ايه؟ القهوه مجواله هتقفي يا يوه. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ سافر سفريتك السودا اللي انت رايحها دي ربنا وفقك كرمي وسيبني في حالي. انا مبسوطه كده مبسوطه كده مبسوطه كده. يما 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 يما. طب طالما مبسوطه بقى قولي لي نفسك في اجيبهولك وانا جاي. مش عايزه حاجه من وشك الزفر. ليه بس يما؟ الله ده انا جله يما جله يما يما الغوالي. وحياه سيدنا النبي قولي لي نفسك في ايه؟ كتير عليك يا ضمايا. ياما قولي واصرخي ومالكيش دعوة. أنا عايزة كده لو ربنا فرجها عليك وجبت فلوس كتير. عايزة إيه؟ عايزة حج أشوف الكعبة وملس على قبر الرسول. عليه الصلاة والسلام. حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا المعبود لا تنوليها. والله لا تنوليها ياما. خد يا مساكي مساكي. خلي 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 الفلوس دي معاكي. ها يخرب بيتك سرقتها منين دي بقى؟ ياما سرقتها ياما. الله ياما انت كل كلامك كده بيزلف من لسانك وبتخلي الواحد يخرج بره شعوره. ياما ما تخليش الواحد يخبط فيكي ويمسك فيكي ياما. تدب مين يا تدب مين؟ ياما مش كده مش كده ياما. تدب مني ياما. والله ما سرقتهم ما سرقتش حاجة. أمال جبتهم منين؟ هقولك ده الراجل اللي أنا شغال معاه اداهم لي عشان خاطر اداهم لك عشان أنا أما أسافر يعني أبقى مطمن عليكي. ربنا يزيده من نعيمه. آمين. ربنا يكرمه. آمين. ربنا يديله الصحة وفي شر العاية. آمين يا رب يخليهم. خلاص ياما إيه ياما إحنا هنشحت على الراجل في الحارة ياما.